السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنكمل الباب الرابع بارت 2 في منهج الانترنال كومبشن انجين باب عنوان اير اند فويل انجكشن. النهاردة هنتكلم عن الفويل انجكشن. الكورس بتاعنا اعداد الاستاذ الدكتور صلاح الامام، ومعاكم في الشرح دكتور وليد شعبان. دي العناوين بتاع الباب بتاعنا. اتكلمنا في الفيديو الاولاني بارت 1 عن اول اربع عناوين. النهارده هنتكلم عن العنوان الخامس الفويل انجكشن. فويل انجكشن، الديفايس اللي بيعمل الانجكشن اسمه فويل انجكتور. ايه هو الفويل انجكتور؟ هو عباره عن نوزل بيرش الفويل داخل الانتيك اير، وعاده بيتم التحكم فيه كهربيا، وفي بعض الاحيان في بعض التطبيقات لحد دلوقتي موجود التحكم الميكانيكي. يبقى هو عامة بيستخدم كهربي، ولكن في بعض أحيان بيستخدم ميكانيكي عن طريق الكام شافت. ده شكل الانجكتور في الديزل انجين. كمية الوقود بتختزن داخل النوزل، وتحت تأثير الضغط العالي بتبدأ تخرج من فتحة الانجكتور. في الزمن المحدد للحقن اللي بيبقى محسوب حسب الدورة نفسها او الاشواط بتاع المحرك، الفتحة بتاع الانجكتور بتتفتح، بيترش منها كمية من الوقود في الهواء المحيط بالانجكتور. كل كمية بتبقى محسوب الضغط بتاعها، التايم اللي اترشت فيه، والوقت اللي هيفضل فيه الصمام او الانجكتور مفتوح. مكونات الانجكتور هو عبارة عن الفالف هاوسنج ماجنتيك بلانجر، بقى فيه مكبس كده زي سرنجة الحقنة، السلينويد كويل ده اللي بيتحكم في فتح البلانجر وقفله، هيليكال سبرينج اللي بيبقى ضاغط على البلانجر، الفويل مانيفولد، والبنتل او النيدل فالف اللي هي الابره اللي بتفتح الفتحه وتقفلها تاني. ده شكل تخطيطي لفويل انجكتور لمحرك ديزل. فكره العمل او طريقه العمل زي ما الشكل الموضح قدامنا، الانيميشن اللي قدامنا، لما يكون السولونويد ده نوت اكتيفيتد يعني مش شغال، فبيبقى البلانجر بيبقى مسحوب لقدام على القاعدة بتاعته بتأثير السبرينج اللي وراه ضغط عليه، فقافل الفتحة اللي في مقدمة الانجكتور، فمفيش بيبقى فويل خارج من الفتحة دي. لما يحصل السلونيد ده اكتيفيتد كهربيا، بيحصل له انه يسحب البلانجر للخلف، فيفتح الفتحة بتاع الأورفيس بتاع الانجكتور، فيبدأ الوقود اللي محبوس في المنطقة دي يخرج من الفتحة دي بسرعة عالية تحت تأثير الضغط. لما يحصل تاني الخطوة اللي بعدها، ان السولونايد ده يبقى اوف، يبدأ السبرينج يضغط على البلانجر يسد الفتحة تاني، وهكذا بيتم التحكم فيه بإشارة كهربية. كل فالف بيطلع كمية الوقود اللي محبوسة جواه من فتحة الأورفيس اللي في المقدمة، اللي بتتواصل قطرها من 0.2 لـ1 مليمتر لكل انجكتور. تقريبا سرعة الوقود هو خارج من الانجكتور بتوصل لأكبر من 100 متر على الثانية. كمية الفلوريت في كل بخة أو كل رشة بيبقى من 3 لـ4 جرام بير سكند. في النظام الميكانيكي بيبقى التحكم كله عبارة عن الكام شافت وحركتها، والعمود اللي بيبقى راكب على الكامة نفسها. ده الحقيقة فيديو بيشرح شكل وتركيب وتصميم وبعض أنواع الانجكتور في الديزل انجين. هسيبكم تتفرجوا عليه، هتلاقوا الرابط بتاعه أسفل الفيديو في وصف الفيديو. هو عبارة عن فيديو 3 دقايق، عايز توقف الفيديو دلوقتي وتسمعه أوكي، عايز تسيبه لغاية ما نخلص المحاضرة وترجع له تاني. بس مهم جدا تنزل بعد ما تخلص المحاضرة، تنزل في الرابط اللي موجود في وصف الفيديو، تروح لللينك وتتفرج على الفيديو ده.
بعض الأنظمة بتاع الفيول انجكشن بتعتمد على سنجل فيول بامب، بامب واحدة بتضخ الكومن ريل، بيوزع على الاسطوانات أو البلانك بتاع الاسطوانات زي الشكل اللي قدامنا، هي بامب واحدة بتودي على كومن ريل وبعد كده تروح لكل انجكشن بوينت رايح لها الوقود بتاعها. بعض الانجكتور بتستخدم بس قياس ميترنج ديفايس، ان هو بيقيس بس، هو جاي له الوقود مضغوط من البامب، هو بس بيقيس على حساب التايم وزمن الفتح ويفتح امتى ويقفل امتى، فهو بس ميترنج ديفايس. وبعض الانظمه الاخرى بتعتمد ان جواها يجي لها الوقود بضغط منخفض وبعد كده هي ترفع الضغط بداخلها وتبقى هي بريشر وميترنج ديفايس. كل انجكتور ليه خط راجع يرجع الوقود الزياده، والحقيقه الوقود الزياده ده اما بيرجع بيستخدم احيانا في تبريد اجزاء الانجكتور كلها. احيانا بتيجي يونت واحده موجود فيها الانجكتور مع البامب بتاعته، بتبقى يونت واحده بلت ان. بيتم التحكم في الفويل انجكشن داخل الانجكتور وتظبيط الاير تو فويل ريشيو بفيدباك بيجي من مجموعه سنسورات حساسات موجوده في المحرك وفي الاكزوهوست سيستم، هي اللي بتبدا تتحكم لي في الاير فويل ريشيو، في التايمنج انجكشن، في البريشر، في الانجكشن ديوريشن. بحتاج ضغط تقريبا بيوصل من 200 ل 300 كيلو باسكال، ده في حاله الانجكشن في الثروت البادي اللي هو بعيد عن الاسطوانه زي نظام الكربيراتير كده بالظبط، فالضغط بيبقى منخفض. لكن في حاله الدايركت انجكشن انا بحقن داخل الاسطوانه مباشره بحتاج ضغط عالي بيوصل تقريبا 10 ميجا باسكال. الضغط العالي ده مطلوب عشان انا بواجه ضغط عالي داخل الاسطوانه، فلازم يكون في ضغط عالي عشان ابدا اواجه الضغط اللي موجود جوه، وعشان كمان احصل على الدروبلت سايز تكون فيري فيري فاين، لان انا في الحقن المباشر عندي مدة قصيرة جدا للإيفابوريشن، فلازم أحقق إن الفاينر دروبلت سايز عشان أعوض الفيري شورت إيفابوريشن تايم. ده شكل فيول انجكشن سيستم، بداية من الفيول تانك هنا على الشمال تحت، بعد كده بيعدي على الفلتر، ثم السبلاي بامب بتودي على كومون ريل بيتاخد منها لكل انجكتور على حدة خط. عندي فيه وحدة تحكم الكترونيكال كنترول يونت اللي بتاخد كل الفيدباكس بتاعتها من السنسورز اللي لسه متكلمين عنها، يا اما بريشر سنسور، يا اما سرعة، يا اما بوزيشن، ايا كان نوع السنسور هو اللي بيتحكم لي في الانجكتور وكل ظروف تشغيله. الانجكشن بامب بنحاول في تصميمها ان احنا ناخد شوية اعتبارات، منها اول حاجة الثيرمال اكسبانشن بتاع الفيول نفسه، بتغير درجات الحرارة الاكسبانشن وحجم الوقود بيتغير، فلازم اخد الاعتبارات دي في تصميم الانجكشن بامب. كمان الانضغاطية بتاع الوقود نفسه لازم اخدها في الاعتبار، فتقريبا الافرج فيول فلو داخل الانجن بتتغير في ظروف التشغيل وممكن تتغير في حدود فاكتور اوف 50. الكمية اللي بتضخ دايما تقريبا بتبقى في زمن من 1.5 ل 10 مللي سكند، ده يقابل في الزوايا بتاع الكرانك انجل من 10 ل 300، وتاني كل ده جاي من الفيدباكس اللي من الاكزوست سنسور، او هناك برضو سينسنج الاماونت اوف اكسجين في الاكزوست، يعني بقيس كميه الاكسجين اللي في الاكزوست، وده من اهم الفيدباكس اللي ممكن اظبط بيه الاير تو فيول ريشيو داخل المحرك. في كمان بارامتر كتير قوي ممكن ادخلها في الفيدباك بتاعتي، الانجن سبيد، التمبريتشر، الاير فلو ريت، الثروتل بوزيشن، كمان في حالات زي الحالات الخاصه للمحرك الانجن ستارت اب، الايدلينج ده بحتاج فيها ريتش ميكشر عشان يبدا عمليه الحرق، فدايما باخد السنسنج
في حالات الخاصة بتاع المحرك، وخصوصا بداية تشغيل المحرك، باخدها من الكولنت تمبريتشر في بداية التشغيل. حقيقة عندي في 3 أنواع للإنجكشن في محركات البنزين: المالتي بوينت بورت إنجكشن سيستمز، رقم 2 الدايركت إنجكشن سيستمز، رقم 3 الثروتل بادي فيول إنجكشن سيستم. هنبدأ كل واحد بالتفصيل. هنبدأ برقم 1 المالتي بوينت انجكشن سيستم. الحقيقه في النظام ده بيكون فيه يا اما انجكتور واحد او اكتر من انجكتور موضوع خلف الانتيك فالف لكل اسطوانه، يعني كل اسطوانه ورا الانتيك فالف يا اما 1 او 2 محطوط خلفهم مباشره في نوزل بيتم حقن الوقود في المنطقه اللي خلف الفالف مباشره. مطلوب سرعه عاليه عشان اضمن ايفابوريشن عالي، لان التايم بتاعي قليل جدا، وكمان لان انا ببدا الحقن قبل فتح الصمام، فبيبقى عندي فيه فتره فيها توقف للفلو، فيه الهواء هنا ساكن، فلازم يكون السرعه العاليه للسبراي نفسها تكون مطلوبه جدا، لان فيه منطقه هنا في زمن ولو قليل جدا بيحصل فيه سكون للهواء. المالتي بورت انجكشن سيستم بيبقى افضل من الكربيراتير في تظبيط الاير تو فيول ريشيو في بعض التطبيقات. كل سلندر هنا ليها الانجكتور الخاص بيها، فده بيظبط لي كل اسطوانه في كل سايكل متظبطه وملهاش دعوه باسطوانات اخرى، او في حصل ديفكت في اسطوانه اخرى، او دوره كان فيها اسرع او ابطا. فكل هنا بنسميه سايكل تو سايكل، سلندر تو سلندر، كله واخد حقه فيرلي كونستانت فيول. في بعض انظمه المالتي بوينت سيستم بيبقى فيه انجكتور اضافي. الانجكتور الاضافي ده بيستخدم في حاله لما يكون عايز ريتش ميكسر، لما يكون عايز في حاله الستارت اب، الايدلينج، الوايد اوبن ثروتل اكسلريشن، الهاي ار بي ام اوبريشن. فبيبقى عندي دايما في موجود في الاب ستريم بتاع الانتيك مانيفولد موجود انجكتور اضافي بيشتغل في بعض الحالات الخاصه، واحيانا كمان بدخل معاه كميه هواء اضافي. تاني، عشان الفتره بتبقى قليله جدا سواء تايم او لينس، وانا عايز اضمن الايفابوريزيشن والميكسنج بتاع الوقود مع الهواء، لازم يكون الضغط والسرعه يكونوا عاليين جدا عشان احقق دروبلت سايز يحصل معاها الاحتراق. تاني نوع هو الدايركت انجكشن سيستم، وهو الحقن المباشر داخل الاسطوانات. هذا بيبقى كل اسطوانه معاها انجكشن او اكتر داخل الاسطوانه، والحقنه دي بتكون اثناء الانتيك ستروك، واحيانا كمان ديورنج ذا كومبريشن ستروك، يعني بيبقى وانا لسه في شوط السحب ببدا عمليه الانجكشن في اخره، واحيانا بتستمر عمليه الحقن اثناء الكومبريشن ستروك كمان. في نوعين او تو تايب من الدايركت انجكشن، واحد فيهم بيبقى وقود بس جازولينا لون، او يكون فيه ديول انجكشن للوقود مع الهواء، فالاثنين بيبقوا مع بعض، وده مشابه للي بيحصل في الكومبريشن اجنيشن في محركات الديزل. ده شكل السيستم اللي بيعتمد فيه على دخول الهواء مع الوقود في الحقن. هتلاقي فيه فتحه للهواء وفي فتحات للوقود عشان يحصل مالتي بوينت انجكشن، ولكن الاثنين مع بعض الديول فيول اند اير. تاني، اذا كان في النوع الاولاني التايم قليل لان انا بحقن خلف الصمام، هنا التايم اقل لان انا بحقن داخل الاسطوانه في منطقه قليله جدا، فلازم احقق هاي بريشر على قد ما اقدر. وكمان احيانا بعمل تعديلات في سطح المكبس من فوق، يكون في تجويف، يكون في زي غرفه احتراق ثانويه يحصل فيها سويرلينج وفي دوران للهواء عشان يحصل ميكسينج وعشان يحصل تربلنس وعشان ابدا احصل على ايفابوريزيشن. في عندي
مود للكومباشن اسمه ستراتيفايد تشارج، او بيسموه بالعربي كده الاحتراق الطبقي او المرحلي، كل او اللير، كل لير كده بيبقى لها تقسيمه عشان يحصل احتراق. ببداها ان يكون في ريتش ميكشر حوالين السبارك، فيبقى فيه منطقه غنيه جدا بالوقود. بعد كده كل ما ابعد عن المنطقه دي بقيه الغرفه بيبقى ده لين ميكشر، يعني ممكن في الافريج اوصل لاير تو فول ريشيو 50 لواحد. الطريقه دي بتقلل لي درجه حراره الاحتراق، بتقلل لي الاميشنز، بتقلل لي النوك بروبلمز، بتقلل لي الهيت لوس، وكل ده بيوديني الهاي ثيرمال افشنسي. عشان احقق الطريقه اللي انا قلت عليها دي، او المود بتاع الاحتراق اللاير او الطبقي او ستراتيفايد اير فويل ديستريبيوشن، بنمر بسيكونس، بنمر بمراحل. فرقم واحد في كميه وقود بتضخ فيري ايرلي، بدري قوي، ديورنج ذا انتيك ستروك، تقريبا عند الزاويه 120 افتر التوب ديد سنتر. دي الحقيقه بتبدا لي خليط يكون لين هوموجينيوس عشان تبدا تملى غرفه الاحتراق. ده بيبقى الضغط المطلوب قليل لان لسه في الانتيك ستروك. تاني مرحله واثناء بقى الكمبريشن ستروك بحط كميه وقود اضافي بضيفها، ولكن هنا بقى خلاص انا بقيت في الكمبريشن، فمحتاج هاي بريشر بيوصل 10 ميجا باسكال. انا بحاول احقق ريتش فيول اير ميكشر قريب من السبارك بلاج. تالت مرحله اللي هو اثناء واحيانا في لحظه الحقنه الثانيه اللي انا لسه متكلم عنها، اللي هي كانت عند وفي الكومبريشن ستروك، بضيف حقنه كمان. الحقنه كمان دي بتحسن الايفابوريزيشن بتاع الوقود اللي انا ضخيته. رابع مرحله نبدا السبارك تشتغل، فيبدا انتشار اللهب من حول السبارك ومنتشرا داخل غرفه الاحتراق. الحياه الدايركت انجكشن سيستم بيشتغل بثلاثه مود على حسب انا بتحكم بايه. فرقم واحد ابلايت لود اند بارت ثروتل، تقريبا بنشتغل بالنظام الطبقي او المرحلي ستراتيفايد تشارج مود، وبتبقى الافرول اير تو فول ريشيو تقريبا 50 لواحد. ات ميديوم لود بنشتغل بنفس الطريقه، ولكن الاير تو فول ريشيو بتبقى 20، ولكن عند السرعات العاليه الهاي لود اور الوايد اوبن ثروتل اوبريشن بيبقى فيه الانجكشن اونلي ديورنج ذا انتيك ستروك، بيبقى بس في الانتيك، ما بنحطش وقود في مرحله الكومبريشن ستروك، وبشتغل تقريبا قريب من القيمه النظريه للاير تو فول ريشيو حسب الوقود المستخدم. دي بعض اشكال محركات شغاله بالدايركت انجكشن، وده احد الامثله الاخرى من شركه تويوتا شغاله ايضا بالدايركت انجكشن. ثروتل بادي فيول انجكشن، وده اللي بيتم فيه الحقن في منطقه بعيده عن الاسطوانه نفسها وعن الصمامات، في منطقه في بدايه نظام السحب كله في الانتيك مينيفولد من الاول عند الفالف، عند البتر فلاي فالف اللي هي اللي بنتحكم فيها بدواسه البنزين. بنحتاج يا اما انجكشن واحد او اكتر من انجكتور بيتحط قبل البتر فلاي ثروتل فالف. ثروتل فالف بيبقى تقريبا في بدايه خط السحب كده زيه زي الكربراتير، بيتحم التحكم فيه على حسب الحمل والسرعه بتاع المحرك. ممكن الانجكتورز دي تشتغل في نفس التوقيت، ممكن بالتبادل، ممكن بالتوالي مع ورا بعض حسب الحمل والكنترول اللي انا شغال عليه. الانجكتور في الثروتل بادي الحقيقه هو بيشتغل كونستانت بريشر، لان هو هنا بس بيضخ الوقود، ولكن الوقود بيتوزع بالتساوي على الاسطوانات، فمش محتاج ضغط عالي لان انا هنا في منطقه ضغط منخفض، فالضغط بيبقى من 250 ل 300 كيلو باسكال. طريقة التحكم أو الكنترول يونت بتاخد السنسنج بتاعتها من أكتر من طريق،
في طرق مشهورة زي الكرانك ويز انجن ار بي ام، يعني ممكن يبقى السنسنج بتاعي هو سرعة المحرك، الكلوزد ثروتل، البارت ثروتل البوزيشن بتاعه مفتوح فتحة كاملة ربع فتحة او حسب الزاوية بتاع الفتحة، الوايد اوبن ثروتل، ممكن اقيس كمان السنسنج بتاع الكولنت تمبريتشر، ويبقى هو ده اللي بيتحكم لي في الانجكشن تايم اند ديوريشن اند بريشر. ده بعض اشكال الثروتل بادي فيول انجكشن، دي تقريبا عربيه فورد من 1980. ده مثال تاني اقرب الحقيقه في الشكل الى الكربيراتير، وده مثال اخر لنفس عربيه فورد سنه 1980. ملخص الجزء ده من الباب، ملخص المحاضره بتاع النهارده، ان انا عندي ثلاث انواع للفيول انجكشن في محركات البنزين. اول واحده منهم اللي هي المالتي بوينت فيول انجكشن، وهي دي فيها الدامي على الشكل بي اللي في النص، ده اللي هو بيتم الحقن خلف الصمامات. اما الشكل سي اللي هو الدايركت انجكشن، اللي هو الانجكتور بيبقى داخل الاسطوانه. النوع الثالث اللي هو الثروتل بادي انجكشن، ان انا بحقن في منطقه بدري وبيتم توزيع الفويل مع الهواء بالتساوي على الاسطوانات. كده النهارده محاضرتنا انتهت، بفكركم تاني انك تنزل تحت المحاضره في لينك لفيديو ممكن يوضح لك اكتر شكل الانجكتور وتصميمه وتركيبه وبعض انواعه. السلام عليكم.